تستمر حياة ديلان في السجن. فرات أرهب دارياً. جرى التعاقد مع حسن كارابي. هل بدأ انهيار باران وكوناك؟ ظلت خطوات ديلان تجاه باران دون إجابة. يصر باران على عدم فهم ديلان. كان ديلان محكوماً عليه بالوحدة. ديريا لا تريد أن يواسيها مغادرة ديلان للقصر. لقد أخرجته تماماً من حياتهم وأحلامهم بالزواج من باران. تعامل ديريا مع ديلان كثيراً سيوقعها في المشاكل. هل سيكون كودريت كارابي هو من سيعيد ديلان إلى وطنه؟ وبينما يظل كودريت غير مستجيب لما يحدث في المنزل، فإنه سيكشف الآن عن نفسه ويبدأ في إرسال رسائل تتعلق بالقضايا المتعلقة بديلان. اتسعت عيون داريا. استأجرت داريا رسمياً قاتلاً محترفاً للقضاء على ديلان. ستكون هناك مطاردة طويلة بين ديلان ومطلق النار. تحاول داريا أن تكون قريبة من ديلان وتساعده حتى لا يعود إلى المنزل. لقد تصرف كالظل لتجنب ترك الزوجين بمفردهما، طالما أنه لم يمرض أو يجوع أو يفتقر إلى أي شيء. ديريا تزعج ديلان. في هذه الحالة، باران يسيء الفهم. يعتقد أن ديلان أذى والده عمداً. يلاحق ديلان باران مرة أخرى ويحاول إخباره بالحقيقة مرة أخرى. يصر باران على عدم الفهم. الرجل الذي استأجرته ديريا يهرب قبل أن يتمكن من إيذاء ديلان. باران يكبر. ديلان خائف جداً من الرجل الذي يتبعه ويريد أن يشعر بالأمان. غير قادر على إعادة ديلان إلى المنزل، يبدأ باران مهمة الحراسة بجوار ديلان. وبالتالي، بغض النظر عما تفعله ديريا، فهي لا تستطيع الفصل بين الاثنين، بل تجمعهما معاً مرة أخرى. تستمر الإثارة بأقصى سرعة في سلسلة ظهور الدم. أعلن أن ديلان مذنب بما حدث لكودريت، ولم تفوت داريا الفرص التي أتيحت لها. أبلغ على الفور عن ديلان. ثم حاولت الفتاة الطيبة المفيدة أن تقطع أوضاعها. حسناً، لقد أفسد ذلك قليلاً أيضاً. كاد قدرت أن يرمي الحساء فوق رأسه لأنه لم يشربه. باران غاضب من ديلان. في الواقع، غضبه نابع من تمزقه بين قلبه وعائلته. لا يستطيع أن يصدق أن ديلان بريء، لكنه لا يستطيع قبول ذلك. جيهان وآزاد مجنونان بلا توقف. سمع ديلان كلمات من باران لا يريد سماعها، لكنه يحاول بلا هوادة إقناع الناس بأنه بريء في كل فرصة. أجبر الناس في المنزل باران على الاختيار. باران على مفترق طرق، ونتيجة لذلك سيختار باران عائلته، لكنه لن يتخلى عن ديلان. لا يستطيع باران التخلي عن ديلان، وبدلاً من أن يحرره سيبقيه تحت إشرافه. سيختار باران هذا الطريق جزئياً لحماية ديلان من عائلته. إن عيش ديلان بعيداً عن المنزل سيهدئ الأجواء قليلاً. سوف تستمتع داريا بالحياة بدون ديلان. سيعتقد أنه حصل على الدور الرئيسي في المنزل. ديريا، التي تتخذ خطواتها وفقاً لذلك، ستحاول إثارة الإعجاب. تم نفي ديلان إلى العزلة. لقد عاد ديلان إلى المربع الأول. فرضت عليه حياة العزلة في منزل بارد ووحيد. واعترف هذه المرة بأنه فقد عائلته وباران. سوف يدرك باران قريباً ما فعله باء ديلان. سيمرض ديلان بسبب البرد وسيتعين على باران الاعتناء به. وبالتالي، سيتعين على باران البقاء مع ديلان مرة أخرى. من ناحية أخرى، ستشعر داريا بالغيرة لأن الاثنين في المنزل بمفردهما. الناس في قصر كارابي يتقيؤون غضباً تجاه ديلان. الأمور تتعقد بالنسبة لديلان. القصر كله يسير على ديلان. هل سيتم الكشف عن الحالة الصحية لقدرت في المستشفى؟ ديريا سوف تشوه ديلان. جيهان سيحاول صفعة ديلان. كما ترون، يسود الغضب في قصر كارابي. حذف من الصفر. عندما جعل ديلان كودريت يستمع إلى الأغنية الشعبية من فم زوجته، ساد الهدوء على الفور في المنزل. حتى أزادي شكرت ديلان بمظهرها. قلنا أنه ربما تهدأ الأمور بين جيهان وديلان.
ومع ذلك لم يكن الأمر جيداً لديلان عندما قامت ديريا بتشتيت انتباه ديلان وسقط كودريت من كرسيه المتحرك وانتهى به الأمر في المستشفى. يتصرف باران بحسن سليم وهذه المرة سيحاسب ديلان أيضاً. حقيقة أن كل شيء جاء معا أرباك باران. يبدو أن باران الذي عارض الجميع لصالح ديلان يندم على ذلك هذه المرة. لقد سممه الثعبان مرة واحدة. يتعلم أزاد الطبيعة الحقيقية للحادث من ديريا. تصبح ديريا غاضبة أكثر فأكثر وتثير غضب أزاد من ديلان. أزاد وجيهان يعتبران ديلان كاذبا وخائنا. في المقابل لا يستطيع ديلان التعبير عن نفسه سوى ذرف الدموع. على الرغم من أن ديلان لا يستطيع إقناع الناس في المنزل إلا أنه سيحاول التحدث إلى باران. على الرغم من أن باران لا يريد الاستماع إلى ديلان إلا أنه عندما يستمع إلى نفسه سيدرك أنه يؤمن بديلان. ستجد علاقة باران وديلان طريقها الخاصة بعيدا عن الصراع والفوضى في المنزل. في المستقبل ستكون هناك خطوات سيتخذها ديلان من أجل تعافي كودريت. بدأت الأمور تسوء بالنسبة لديلان في القصر مرة أخرى. نتيجة لتشتيت انتباه ديلان لديلان سقط قدرت من الكرسي المتحرك وأصيب بجروح خطيرة. تدخل باران في هذا الموقف ونقل قدرت إلى المستشفى. ومع ذلك فإن وضع كودريت لا يبدو مشرقا للغاية. ديلان الذي يحمل نفسه المسؤولية عن هذا الوضع برمته لا يعرف ماذا يفعل. إذن ماذا سيحدث في القصر؟ ديلان في وضع صعب. يؤدي سقوط كودريت ودخولها السريع إلى المستشفى إلى أحداث صدمة في القصر. أهل البيت في غاية الانزعاج. إذا حدث شيء لكودريت فهذا يعني أن الأمور سوف تصبح فوضوية. علاوة على ذلك فإن حقيقة أن ديلان هو الشخص المسؤول عن ذلك قد يجعل الأمور أكثر صعوبة. وخاصة أن العثور على أزاد للشخص المسؤول عن هذا الموقف هو رسمياً نهاية ديلان. بالنسبة لأزاد فإن وجود ديلان ليس سوى مشكلة. واعتبر ديلان المسؤول الرئيسي عما حدث لجيهان وإصابة باران والعديد من الأحداث الأخرى. إذا تركت ديلان مع ما حدث لكودريت فقد تصل الأمور إلى طريق مسدود. هل ينهي الأعمال غير المكتملة؟ بالنسبة لشعب كوناك الشخص المسؤول الرئيسي عن كودريت هو والد ديلان. من المؤكد أن تجارب كودريت بسبب ديلان سوف ينظر إليها على أنها إنهاء العمل غير المكتمل.